بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم طلبة الصف السادس الإعدادي، ومع شرح منهج الحاسب الآلي الترم الثاني 2017. وفي البداية أعتذر عن التأخير لأسباب مرضية، وأعتذر أيضا عن الصوت، ربما يكون واطي بعض الشيء. كنا شرحنا في الحصة الفاتت، دخلنا في الإجراءات والتكرار، واستخدمنا جملة فور نيكست، أو شرحنا جملة فور نيكست، وقلنا إن جملة فور نيكست أحد جمل التكرار المحدودة، حيث تستخدم عندما نرى في تكرار كود معين. والتكرار قلنا إما بيبدأ بيكون موجب، بمعنى ان بداية التكرار بتكون اقل ونهايته اكبر، او تكون بالسالب، حيث تكون بداية التكرار اكبر والنهاية هي الاصغر. وده مجمل في الكلام اللي احنا هنشوفه ده. بيقول لك في الامثلة السابقة كانت قيمة البداية دائما أصغر من قيمة النهاية، لذا كانت زيادة المتغير العدد قيمته موجبة، كما أنها كانت قيم الزيادة الافتراضية موجبة، على أساس أن قيم الزيادة الافتراضية واحد. يمكن إضافة قيم زيادة أخرى بعد كلمة step، والتي تعني الخطوة أو مقدار الزيادة. فيمكن جعل قيمة البداية أكبر من قيمة النهاية. في هذه الحالة تكون القيمة الزيادة step سالبة. لو قيمة البداية أكبر من النهاية، يبقى احنا بنزود بالسالب، يبقى قيمة الزيادة اللي هي step سالبة. يمكن لكل من قيمة البداية أو قيمة النهاية أو مقدار الزيادة، ده بيكون إما أرقام صحيحة أو أرقام عشرية موجبة أو سالبة أو متغيرات، يعني بتتغير أو بتزيد بسالب واحد. المرة اللي جاية ما نقولش سالب واحد، لا، يبقى سالب تلاتة، سالب خمسة، أو لو إحنا بنزود بالموجب يبقى زيادة واحد في المرة الأولى. المرة التانية بدل ما نزودها زي المرة الأولانية واحد، لا، نخليها اتنين، خمسة، ستة، عشرة، وهكذا. ده معنى الكلام. الجملة أو الصيغة العامة لجملة فور هنيكس، خدناها فور تعني الفرابول، يساوي start flow بدايته، بداية القيمة، to end flow ثم تنتهي، وبعدين step قيمة المتغير اللي احنا هنضيفه اللي هو added flow، وبعدين الكود، وبعدين next variable. ده شرح جملة استخدم جملة فور نيكس، وانتهينا منها. وده الفرابل يعني اسم المتغير، وستارت فلو قيمة بداية العداد، والاند فلو قيمة نهاية، والادد فلو قيمة الزيادة، والكود عبارة عن الأمر أو أكثر المراد تكراره، المراد تكرار. بعد كده معانا استخدام جملة دو ويل. استخدمنا، بيقول لك هنا في الكتاب، استخدمنا جملة التكرار المحدود اللي هو الفور نيكست لتنفيذ كود معين عدد من المرات، ولكن أحيانا كثيرة قد نرغب في تكرار يعني كود معين حتى يتحقق شرط معين، أو أن يتم تنفيذ الكود طالما أن كان شرط تنفيذ جمل التكرار صحيح. وبالتالي يوجد جمل تكرار أخرى مثل دو ويل لاب. تستخدم جملة دو ويل لاب لتكرار كود معين لعدد من المرات، غير معروف نهايته مسبقا، وإنما بناء على شرط معين. لذلك فهي مفيدة في حالة عدم معرفة عدد مرات التكرار. يعني دو ويل لاب دي بتستخدم، أو الجملة دي بتستخدم لتكرار كود معين عدد غير معروف من المرات، أو غير نهائي، أو ليس له نهاية مسبقة،
وقد يكون التكرار مرتبط بشرط معين، مرتبط بشرط معين. مثال: يمكن تكرار استقبال أسماء في نطاق في صندوق نص التكست والخروج من الحلقة التكرارية استقبال الأسماء عند إدخال كلمة إن. يعني هتقول له دو ويل، وبعدين هنا تعبير شرطي إذا، وبعدين بتنتهي، يعني هكرر الأسماء إلى شيء معين حتى إدخال كلمة إن. سيتم تنفيذ الكود بين بداية الحلقة التكرارية دو ويل ونهايتها لب، طالما أن التغيير الشرطي صحيح، طالما أن التغيير الشرطي صحيح. فإن لم يتحقق الشرط لأي سبب يتم الخروج من الحلقة التكرارية وتنفيذ الكود بعد لب إن وجد. إن وجد هنا صمم نافذة المشروع من واحد وضغط على زر الأعداد الزوجية لتظهر الأعداد الزوجية مرتبطة تصاعديا من واحد حتى الرقم الذي تم إدخاله في صندوق القائمة. يعني هنا بتدخل عدد موجب 1 2 4 6 في أعداد. ده لو أنت ضغطت هنا على أعداد زوجية هيكررها لك أعداد زوجية. دخلت أعداد فردية، ضغط على أعداد فردية هيدخل لك أعداد فردية وتظهر في المربع ده. هنا كود برمجة لإجراء كليك الخاص بزر أعداد فردية بطريقتين: الأولى باستخدام جملة فور نيكست، والأخيرة باستخدام جملة دو ويل لاب. الأولى بيقول لك إيه؟ إن ديم إن إز إنت إنتيجر، والإن بيساوي تكست بوكس 1 تكست، واللاست بوكس 1 ليس بوكس 1 وان تيم كولر كولر. الفور بدايته اي يساوي 1 بينتهي تو ان ستيب، بينتهي بستيب 2. لاست بوكس 1 ودوت اي تيمز ادد اي نيكست، يعني ده تكرار ل أعداد فردية بالطريقة الأولى. واحد هيتم الزيادة بعدد محدد أو قيمة محددة هي 1، قيمة محددة هي 1، ويفضل ده 1 2 لحد مثلا رقم أنت بتحدده أو لحد نهاية أنت بتحددها. الطريقة التانية الديم إن إز إس إنتيجر، والإن تكست بوكس 1 تكست، واللاست بوكس 1.i team color 1 clear clear، والi بيساوي 1 والdo me 1 الى اقل من او اكبر من الn، اقل من او يساوي الn. last box last box dot i team added i بتساوي i زائد 2 i زائد 2. معانا بعد كده الإجراءات. هنا بيقول لك عند إضافة نافذة نموذج جديدة بينشأ تصنيف كلاس جديد باسم فروم 1، وفي نطاق هذا التصنيف بيبقى في حاجة اسمها إجراءات الأحداث، وفي حاجة متغيرات، وفي ثوابت. فالإجراءات دي لما بتدخل مثلا معلومات في صندوق وبتضغط على كليك او سبميت، ده اسمه اجراء، ده اسمه ايه؟ اجراء. يمكن ملاحظة الاعلان عن الاتي من الشكل الموجود: تحت اسم فروم 1 ده اسمه كلاس، وتحت اسم توتال اي ده اسمه فرابل او متغير. والاجراء هنا لما بتضغط على زوجي او فرد ده اسمه الاجراء. والاجراء بتتخذ او بنعمله لما بنضغط على بوتون، يعني زر كليك او بوتون تو او كليك، ده اسمه الاجراء اللي انت بتتخذه.
يعلن الإجراءات ممكن يعلن عنها مرة واحدة، ولكن يمكن استدعاء عدد من المرات. هذا يساعد على تجنب تكرار كتابة كود في أكثر من مكان. يعني مثلا أنت بتسجل في موقع ما وبتقول له سبميت، أو تتلاقي مكتوب يقول لك إيه التالي. فكلمة التالي إن في إجراء هيتخذ بعد هذا الإجراء الأولاني، ثم لما تنتهي من الإجراء التاني ممكن يقول لك التالي لحد ما يقول سبميت إجراء نهائي. فده اسمها تكرار الإجراء. تكرار الإجراء ده بيعبر عنه بإنشاء حاجة اسمها سب، ديت إذا كان لدينا مجموعة من الأوامر يتكرر استخدامها في أكثر من موضع داخل التصنيف. فإحنا هنا ممكن من هذا الجزء نجيب تعريف للإجراء. والإجراء هو مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم معين يمكن استدعائه بهذا الاسم ليتم تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات. وقد نلجأ بها لإنشاء سب إذا كان لدينا مجموعة من الأوامر يتكرر استخدامها في أكثر من موضع. يبقى إحنا بننشئ الإجراء سب دهوت إذا كان عندنا مجموعة من الأوامر هتتكرر أو هيتم تكرارها في أكثر من موضع داخل التصنيف الواحد. هنا بيشرح الإجراء إزاي تعمله في لغة الفيجوال بيزك، اللي هو الإجراء الفرعي اللي هو السب. ده إجراء فرعي بتكتب الكود بتاعه أو بتعلن عنه بهذه الطريقة، سب وبعدين الصيغة العامة للإعلان وبعدين سب نيم اسمه البارامتر، بتحط اسم الإجراء وبعدين بتقول له الكود وبعدين بتنهي الكود. ده الإعلان عن إجراء سب. عند إنشاء إجراء سب يجب الإعلان عنه بالصيغة الآتية، دي صيغة الإعلان عن الإجراء سب أو الإجراء الفرعي حيث أن نيم تعبر عن اسم الإجراء اللي هو البروسيدر، والبارومتر ده عبارة عن القيم التي ثبت استخدامها داخل الكود. هنا عند استدعاء الإجراء البروسيدر، والكود مجموعة الأوامر والتعليمات التي سوف تنفذ عند استدعاء الإجراء سب. لاحظ تكرار الكود المكتوب داخل كل من إجراء الحدث الخاص بزر بوتون أو كليك لطباعة الأعداد الفردية. هو إجراء الحدث الخاص بزر بوتون تو كليك لطباعة الأعداد الزوجية في تدريب 3-5 تدريب فوق يعني، ما عدا قيمة البداية في عملية التكرار حيث يبدأ بالقيمة 2 في الأعداد الزوجية ويبدأ بالقيمة 1 في الأعداد الفردية كما موضح في الشكل 3-11. يعني بيقول لك إن أنت هنا داخل كل أما بتعمل إجراء فرعي أو إجراء أساسي، كل إجراء خاص بشيء معين بيحدده، وده حتى لا يتم تكرار الإجراء الواحد في نفس المكان. معانا بعد كده الإعلان عن البارومتر واستخدامه، ده إن شاء الله هنسيبه في الحلقة الجاية. وإلى أن ألقاكم أتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.